راسهم ما كاين حتى واحد. مازال ما بديت 427 صريح اليوم دائما في المغرب كامل في العالم كيرافع هذا كيرافع هذا كيعقب هذا كيعقب هذا قالك لا ما يحقاش علاش يومين ما حاكم تسمح بالتعقيب وفي الصريح ويسمح للطرف المدني بالتعقيب بالتعقيب ماشي مرافع تعقيب قمة الوضوح العمل القضائي مستقر اش حصل لكم ضرر اذا الطرف المدني جاوب فين هو الضرر خوف بديت سمعوا الردود المزعجة وعرفوا باللي هذاك الشيء كله تهدم وكاين أدلة وأحكام وجات قضايا من المغرب وخارج المغرب هبطوا راسهم ولادوا بالفرار دون إذن اتفقوا بيناتهم هزوا خرجوا في فرار من القاعة تواطؤ ممنوع تعطي المحاكمة هذه عرقلة ثانيا واتفاق من التواطؤ ثانيا مغادرة القاعة بدون إذن مخالفة ثالثا بس تسحب النيابة خصك دير إجراءات ما داروهاش هذه كلها مخالفات مهنية تأتي للأسف.